العطلة والصيف كي تعتبره من أكبر الفرص باش تبين فيها مراسك وتكون متميز وما تكونش بحال مسيو تو الموند اللي جريح يديه وديما مع الجماعة. وإذا عمت هانت صافي مرتاح حتى كيفيق مع الطال وتيلقى راسو سي ترو طار وتيبدي يلوم شي ناس آخرين وتيحيد المسؤولية عليه وماشي أنا هو السبب. وفينالمون هادشي ما غادي يجني لك والو ارا ما تكريتيكي وتبرأ فراسك. فانا تنقول لك هادشي حيت بغيتك باش تكون متميز وتعلم تحمل المسؤوليه لراسك واخا ما تكونش انت هو السبب. فغير حملها لراسك وحاول تلقى الحل لاي حاجه كتواجهها باش تعيش مزيان، حيت فينالمون حتى واحد ما قادر يحل لك مشاكلك انت من غيرك انت الا خديتي القرار والعزيمه والاراده. وما بين اكبر المشاكل اللي تعانوا منها الطلبه اليوم وما تيخلوكش انك تكون تايق في راسك، وشحال من مره كتبغي تهضر ولا غير مع الاستاذ ولا تسولو وكتبقى تفكر كيفاش غادي نعبر انا على هذا السؤال اللي بغيت وانا الفرنسيه ديالي ضعيفه او زرق فيها. بطبيعه الحال عرفتوني علاش كنهضر وشنو بغيتكم تتعلموا هذا الصيف. بيان سور الفرنسيه اي كومون بارلي اي سافوار بيان سيكسبريمي. واللي غادي نقول لكم وخاصكم تعرفوا انه من هنا للقدام طالب اللي ما عندوش الفرنسيه والانجليزيه فغادي تكرفس بزاف وبلا ما نقول لكم ما عندوش مستقبل. فانت اللي غادي تاخذ القرار دابا وتختار، وقبل ما تختار وتبدا خاصك تعرف بان حتى واحد ما تزاد معلم، فقط هذاك اللي تيبان لك اليوم معلم فهو خدا القرار البارح باش يتعلم. فحتى انت خاصك تاخذ القرار اليوم تعلم باش غدا تكون معلم. فإلا ما درتيش لو ديكليك دابا ولونسيتي واحد الفلام وواحد تشالنج اليوم إلا متى في نظرك؟ فإلا كنتي كتاخذ الصيف بالمفهوم ديال مسيو تو الموند واللي هو الراحة الكاملة ومنخلي فيه حتى قنت، نسافر مزيان ونتبحر فيه مزيان، فخاصك تعرف أن هادشي فاش كتفكر هو اللي تيفكروا فيه الأغلبية، وبالتالي راك إيدونتيفيتي راسك بأنك باغي تكون عادي جدا وتسنى الفورماسيون بوحديتها وداكشي اللي غادي يقروك في المدرسة والجامعة. فالعطلة كنرتاحوا فيها وي، ولكن ماشي الصيف كامل غادي ندوزو راحة. فإلا خديتي ساعتين في النهار تعلم فيها شي حاجة فراه ما غادي تاخذ لك والو من وقتك وغادي تنفعك بزاف من بعد. وهادشي اللي هضرت عليه اليوم زائد تقلب دوز دي ستاج هو اللي ما تيديروهش الطلبة، وبالتالي تيقول لك راني حاصل على الدبلوم اكس وعاطل عن العمل. إذا أنت اللي غادي تختار دابا واش بغيتي ملي تسالي قرايتك حتى انت تبقى تقول هاد المقوله المتداوله، ولا قررتي باش دير التغيير وما تكونش فحال لي زوتر ميسيو تو المون. دونك فينالمون لو شوا لمن تيبقى اطوا بيان سور. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui et j'espère que vous a plu. شارك الفيديو مع صحابك الا كنتي كتبغي ليهم الخير، وما تنساش راه الا تغير صحابك حتى انت غادي تغير واخا ما تكونش باغي، حيت لونتوراج ديالنا ومع من تنكونوا ومع من تنهضروا بزاف تيكون عنده تاثير علينا كبير بيان سير. See you next time.